كما جرت العادة يجتمع الأهالي في أيام شهر رمضان بالخير، تختلف اللحظات والمشاهد ولكنها تجتمع في مشهد واحد وهو الأخوة. الجمع الكبير هذا في رجدلين اجتماع من عديد المناطق لإشهار عقد المدينة رجدلين للفروسية الشعبية بالمنطقة الغربية. افتتاح اليوم عقد المدينة بمنطقة رجدلين، نهني ضيوفنا الكرام ونشكر كل من ساهم معنا في هذا البرنامج، ونشكر جميع الفرسان من جميع الأعقاب، ونشكركم باسم عقد مدينة رجدلين بقيادة علي حصل. وقام الفرسان بتنظيم وجبة إفطار ضمت كل أعيان ووجهاء وفرسان الأعقاد بالمنطقة الغربية بحضور مميز من مختلف المجالس البلدية ببلديات المنطقة الغربية وجميع الفرسان من مدن الجميل زلطن والعجيلات. نحن في وجبة إفطار بتأسيس عقد جديد من أعقاد مدينة رجدلين، ونحن ضيوف طبعا من عقد جميل، فالمنطقة هذه توجد بها عقاد جديدة، فهذا العقد عقد جديد تم إنشاؤه في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله على بركة الله سبحانه وتعالى ينضم إلينا في الفروسية الشعبية. هذا العقد طبعا لتربية الأبناء وتعليمهم الفروسية، وعلمه أسسنا هذا العقد في مدينة رجدلين، واجتمع اليوم في وجبة إفطار، وإن شاء الله ربي يوفقهم جميعا ويوفق الفرسان كلهم. أجواء رمضانية عاشها الفرسان، والحضور تبادلوا الحديث وشاهدوا الأعقاد وهي تقوم بعروضها.